الدمغة اللي على الخاتم دي شكلها كده مضروبة. مضروبة ازاي بس يا هانم؟ حضرتك بتتعاملي مع محل محترم. مضروبة ايه بس يا حماتي؟ واحنا جايين نشتري خلاط؟ ما هو ده بقى قدامك. اسكت انت خالص يا ولا، ما اسمعش صوتك غير وانت بتحاسب على الشبكة. يسكت ازاي؟ مش هو اللي هيدفع تمن الشبكة؟ هو يدفع؟ انا انقي. هو يدفع وانت موتي بقى يا شيخ. بتقول ايه؟ بقول معاكي حق طبعا، نقي نقي يا هارم. هو مش كفاية سبت يجيب الشبكة بعد الخطوبة بخمس سنين؟ هو انتوا مخطوبين من خمس سنين؟ سوري، خليك انت حضرتك في شغلك وملكش دعوة بالمسائل العقلية دي. حاضر، بس انا قصدي انكم اتأخرتوا شوية. معلش يا حبيبي، المحور كان واقف. انت هتسحبني يا عم ولا ايه؟ ما تخلصنا فضيلتك لزي الزفت دي. معلش انا اسف. تحبوا تشربوا ايه لحد ما العروسة تنقي الشبكة؟ احنا شاربين شكرا. انا عايز شيشة عنب على ليمون. ايه يا جدو، انت ليه محسسني ان احنا جايين نسيغ العروسة من سوق العبور؟ والله امشي يا جدو، انا خايف على صحتك. ماشي يا سيد، هاتلي شيشة بلي الطبي. وريني كده الانسيال ده يا استا. استا ايه بس يا ماما؟ يا حماتي احنا ما اتفقناش على انسيالات، هو دبلة ومحبس. المحبس ده تروح تركبه صدر جدك اللي عمال ينفس. يا ماما كفاية احراج بقى. لا مفيش احراج ولا حاجة، خلي العروسة تنقي اللي عاجبها وبعدين نشوف الميزانية. انا مش عايزة غير اللي اتفقت عليه مع هنيدي. اصيلة يا ايمي يا بنتي والله. شش بطلي خيابة يا بنت. بقول لك ايه يا هنيدي، خد جدك واتكلوا على الله، واحنا هنختار والفاتوره حتجي لك على البيت. انا هدفع فيزا يا حماتي، وانجزي بقى وخلي اليوم ده يعدي على خير. يا ماما لمي الدور بقى، خلينا نجيب اللي نقدر عليه وبعدين نبقى نتفاهم في البيت، بلاش فضايح قدام الباشمهندس. هو الافندي غريب، دول بنات العيله كلهم بيتسيغوا من عنده، وانا بنتي ما تلبسش شبكه اقل من بنات خالتها. اللي ما فيه واحده من بنات خالتها دول لسه على ذمه جوزها، اهم رجعوا الشبكه وبيقضوا كل ويك اند في محكمه الاسره. طيب ممكن اعرف الميزانيه كام يا عريس؟ وانت مال اهلك انت الميزانيه كام؟ ايه ده، دي حاجات شخصيه. يا كابتن الرفاص مسدود. خبط عليه يا فندم، انا لازم اعرف الميزانيه عشان اساعد العروسه تشتري في حدودها وننجز بقى في اليوم المهبب ده. احنا عاملين حسابنا على ستة ستمية. دول تروح تجيب بيه موبايل بكاميرا لابن اختك. انا ابن بنته مش ابن اخته يا حماتي. انت الطمع والجشع عم عينيك. خلاص خلاص هنيدي، انت مش شايفه مبهدلانه ازاي من ساعه ما جينا؟ ده ناقص ترهني عند الراجل. يا ام ايمي، خلي العيال يفرحوا في حدود امكانياتهم. امكانياتهم دي ما تفرحش عيل سواق على توك توك. طب والمطلوب يا حماتي عشان ما ارتكبش جريمه عشان عقد دلوقتي؟ المطلوب انك تكمل فلوس الشبكه 10,000 جنيه مقفولين على الاقل وبعدين نشوف. احنا مش كنا متفقين على ستة ستمية يا حاجه؟ ده كان من 3 سنين يا جدهم، البنزين غالي دلوقتي. تصدق يا حماتي البنزين ده هو الحاجة الوحيدة اللي مهما تغلى ما بتغلاش عليك. معك حق، دي عايزة لها صفيحة 90 ومشت كبريت ونريح الكون كله منها. التسعين يا عم خسارة فيها، هو في حد لاقي؟ ده هي ربع صفيحة سولار ونبقى كده صارفين. انتوا بتتوشوشوا بتقولوا ايه يا هنيدي؟ ولا حاجة ولا حاجة، خلاص يا عم الحاج احنا هنبقى نقفل العشرة ونجيلك. عن اذنكم بقى، يلا يا جدي. هنيدي بلا هنيدي بلا نيلة بقى. عجبك كده يا ماما؟ شش بطلي خيابة يا بت. عندك شيشة عنب على كاكولا؟